القضية الأخرى أكو فويز، يعني أكو إلى سيدة زوجة شهيد زوجها مستشهد بال2005 وعدها بنية ولد اثنين، تقول كانوا كبار من كتل أبوهم، أصغر واحد كان عمره سنة، كبرتهم بالضيم قاعدة يم أهلي بيت إيجار ندفع بالنص إلي أنا وأهلي، صار 16 سنة على الحال. ولدي ابني صار شاب عمره 24 سنة بعد ما كان عمره 7 سنين مستشهد أبوه، وكنا قاعدين بغرفة أنا وأولادي لأن البيت ما يكفي، أهلي وأخوتي متزوجين، أستاذ إحنا شنو إذا بدنا نعيش، زوج انقتل أثناء واجب بطني، ما أعطوني الفوز يا همام، أعطوني هذا الفوز. مرحبا أستاذ، شلونك عيني؟ أستاذ أني مرت شهيد، زوجي استشهد بال2005 وعندي 3 أولاد منه، ومن 2005 إلى هسه غير التقاعد ما حصلنا، قاعدة بإيجار ويا أهلي، وأنا ياهم ندفع إيجار بالنص، وأنا وولدي كبرى والأصغر واحد كان عمره سنة هسه صار عمره 18 سنة، والله عمره 22 سنة قاعدين بغرفة واحدة. زين زين يعني دول شلون هذول مستقبلهم؟ لا لي مكان، أمي مرة كبيرة ومساعدتي هل يجي هل اللي تحصلت الطينية. زين أنا وين أروح؟ زين لا دولة تباوع على حالنا، لا دنيا تباوع عندنا، ما كلين حقوقنا كلها الدولة، لا تطينا قاع، لا تطينا حق، عندنا نهاية خدمة أبو التقاعد أكلها علينا، عندنا حقوق أبو التقاعد أكلها علينا، أكلوا التقاعد يوقفون شهر يأكلوا علينا ويرجعوا شهر الأخ، أداعي وأقدم طلب ما حد ينفه لي. وين نروح أستاذ؟ الله يخليك ما تسوي لنا شارة، والله الدين موتني، وحق هذا الله، وحق هذا الله الدين موتني. يعني أنا رجل ليش استشهد؟ ليش ترملت؟ ليش ولدت يتموا؟ ليش تذلينا للعالم؟ ليش الحكومة بتباوع على حالنا؟ وين نروح لعد؟ ليش أبوهم كتلوا؟ ليش غير يعوضونا جهالة؟ أنا ما أريد شيء، يعني أنا إنسان انتهيت من الدنيا، بس ذولا ولده وين يروحون؟ أستاذ ماكو حل، توصل رسالتي، توصل صوتي. والله مع الأسف، والله مع الأسف على الزلم اللي تطلع بمواكب وتطلع بحمايات وتطلع بالتلفزيون وعدها وزارات وحرة عراقية، زوجة شهيد أشرف منكم جميعا، من عمره 7 سنين لل 24 سنة ينام ويا أمه، إلى الآن شهر تستلم تقاعد وشهر ما تستلم، وإلى الآن ما مطينها قطعة قاع، وحمودي وأبو حمودي وخالات حمودي وقرايب حمودي عتهم اسطبلات مال خيل يطلعون من يشمسون ويلعبون بيهن، والبارحة كانوا حفاي، ولك مو هذا شهيد؟ من تقعدون السولفون حقوق الشهداء ودماء الشهداء وواجب الشهداء والشهداء هذا مرض شهيد، تطلع عليكم بالتلفزيون ايش صار لها 16 سنة ما ماخذ حقوقه، يا مدير التقاعد، يا جمعة عناد، يا حكومة، يا برلمان، يا شرفاء، يا قادة، يا عمل، يا أصحاب الغيرة، وين هالغيرة؟ بشرفكم مرة عراقية أمام العالم كله، يا ريت تقول لك ساعدني، ولكم هاي تقدمها، ولكم تقول لك ربيتهم بدموع العين، بس أنا البي غيرة منين أجيبنه؟ والمو شريف مو شريف، هي قطرة هنا، من طاح كل شيء. شا أقول لها للمرة لما تكتب تقول لي خوية وين الدولة؟ وين حقوق الدولة؟ ولكم 1000 مليار عراقية الآن تجدي ابنها صار عمره 24 سنة، أبو السخم 3 طن من أجل الوطن اللي ظليتوا أنتوا بيه حكام، وهسا قالبين الدنيا من أجل الحكم، لأن حتى تصيرون حكام وحتى العراقيات يجدل في زمنكم. والله ما لحق حاكما في العراق عارا كالعار الذي أنتم فيه، والله لو أنا مسؤول بالدولة العراقية
وما عندي قدرة أن أنصف هاي المرأة أو أجيب لها حقها أو أزين شوارب اللي ظلمها للبس سيالة مرتي وأقعد بالبيت. والله ألبس عبات مرتي وأقعد بالبيت وما أقعد بنص الزلم. بس تعبت من الحكي، لأنه ولك لو تسوى العتب شاعات بيتك، ولكم حرة عراقية أتقدم أتقدم حتى تقعدون على كراسي في بلد يسواكم ويسوى روزكم، بس المجدي يظل مجدي. خلوني أشرب مي، لا حول ولا قوة إلا بالله.